الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا، وأسأله جل وعلا أن يحبكم محبة تدخلكم جنانه وتعيذكم من نيرانه، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمرهم، وأن يغفر لهم ذنبهم. وأسأله جل وعلا رحمة من عنده لجميع الأمة، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبارك في كتابه وجزاه عن الأمة خير الجزاء. فلعلنا نستمع لبعض أحاديث هذا الكتاب، لعل الله عز وجل أن يقيدنا في أولئك الذين نظر الله وجوههم ورفع مكانتهم وجعل الرحمة والسكينة تغشاهم. فلعلنا نستمع لشيء من الأحاديث، فليتفضل القارئ بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، فكنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فقال: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. في الحديث فضل الهجرة إلى الله تعالى بالانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، يكون سببا من أسباب وجود الإنسان في بيئة خير وطاعة، تكون طريقا لإقدامه على طاعة الله عز وجل، وسببا بإذن الله من أسباب صلاح ذريته. وفي الحديث الترغيب في أن تكون أعمال الإنسان على جهة الإخلاص لله تعالى، بحيث يقصد بعمله وجه رب العزة والجلال. وفي هذا إثبات الصفة له سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن من عمل عملاً يريد به الآخرة ولم يقصد به الدنيا كان بذلك مخلصاً مأجوراً على ذلك العمل. وفي الحديث ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وفي الحديث فضل مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقد ترك الدنيا طاعة لله وأملاً في فضله سبحانه وتعالى، وقد كان ممن قتل في يوم أحد. وفي الحديث أن الأصل في الكفن أن يغطى به جميع البدن، وأنه إذا لم يوجد من الكفن إلا شيء يسير بحيث تعارضت، فإما أن يغطى رأسه وإما أن يغطى رجلاه، قدمت تغطية الرأس على تغطية الرجلين، وحينئذ يغطى رجلاه بما تيسر كأوراق الشجر.
في الحديث أيضا الرجوع إلى أهل العلم والفضل بما يشكل على الناس من المسائل، كما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان لا ينبغي أن يقصد الدنيا لذاتها، وإنما يقصدها من حيث كونها معينة على أمور الآخرة. ويراد بالإذخر نوع من أنواع النبات ينبت في مواطن مكة، وكانوا يستعملونه استعمالات شتى، وذلك أنه إذا وضع على النار بقي مدة طويلة يشتعل وله حرارة شديدة، وكان من شأنه أن يغطي ما غطي به، ولذا كانوا يستعملونه في سقف البيوت، ويستعملونه أيضا في القبور من أجل أن لا ينفذ إليها ماء المطر، وكذلك يستعملونه في الإيقاد على الذهب حتى يتمكنوا من صهره على الصفة التي يريدونها. حسن الله إليكم. قال عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، قال: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: نعم هي الشملة. فقال سهل: نعم هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله، إني نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فرآها فلان رجل من الصحابة فحسنها، فقال: يا رسول الله، اكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إياها وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. في هذا الحديث مشروعية الهدية لأصحاب الفضل والمكانة، فيه هدية المرأة للرجل، قد أهدت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة. وفي الحديث جواز لبس البرود التي تغطي جميع البدن، وقوله منسوجة فيها حاشيتها، الحاشية طرف الثياب، بمعنى أنها قد أدخلت فيها وجعلت منها. فالحاشية طرف الثياب يجعل من غيرها من أجل أن يتجمل بذلك، وهنا قد نسجت الحاشية في البردة فأصبحت كأنها جزء منها. وفي الحديث من الفوائد مشروعية أو جواز العمل في نسج الثياب وخياطتها، كما كانت هذه البردة منسوجة. وفي الحديث ذكر أن هذه المرأة قد نسجت هذه البرد بيديها، وفي الحديث قبول الإنسان للهدية خصوصا إذا كان محتاجا إليها. وفي هذا الحديث جواز تغطية أسفل البدن بالبردة لوفرتها. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يطلب بعض ما بيدي غيره إذا كان محتاجا إليه. وفي الحديث من الفوائد أيضا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم عطائه، مما يدل على الترغيب في الكرم
والإحسان إلى الآخرين وبذل النداء، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التحذير من البخل وبيان أنه ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن من تجاوز الحد فيما يطلبه فيحسن أن يلام في ذلك وأن يذكر بما له، كما فعل الصحابة مع هذا الصحابي رضي الله عنه. وفي الحديث استحباب إعطاء السائلين والتقرب لله عز وجل بذلك. وفي الحديث من الفوائد بركة النبي صلى الله عليه وسلم، استمداد البركة بما يتصل ببدنه مما يصل إليه عرقه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز الكفن بالبردة وأنه لا حرج في ذلك. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يعد الإنسان كفنه قبل موته حال حياته، ولا يلزم قصر الإعداد بالكفن على وقت الموت. أحسن الله إليكم. قال عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: لما جاء نعي أبي سفيان رضي الله عنه من الشام دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره في اليوم الثالث، فدهنت منه جارية ثم مسحت عارضيها وذراعيها وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فتعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: إن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينيها فخشوا على عينيها فذكروا لها الكحل، فجاءت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في التكحل فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث في شر أحلاسها، فإذا كان حول فمر كلب ترمي بالبعرة على رأس الحول، فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. قيل لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. في هذا الحديث من الفوائد جواز الإخبار بوفاة الميت ونعيه، كما ذكرت عن أبي سفيان أنه جاء نعيه من الشام. وفي الحديث ذكر أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يستقى منهن من العلم مما يظهر شيئا من ثمرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من النسوة.
وفي الحديث حرص أمهات المؤمنين على ترك ما قد يعتقد بأنه من الدين وليس منه. ولذا لما مضت 3 أيام من وفاة أقربائهن عمدنا إلى الطيب مع أنهن لم يكن يفعلنه قبل ذلك إظهارا للطريقة الشرعية في ترك الإحداد على غير الزوج فوق 3 أيام. وفي الحديث جواز ترك الزينة والطيب عند وفاة قريب المرأة بحيث تترك الطيب لمدة 3 أيام، وأنه لا يجوز أن تحاد على ميت فوق 3 أيام غير الزوج. وفي الحديث إظهار السنة كما كان أمهات المؤمنين يفعلن بتطيبهن. وفي الحديث أن المرأة لا يجوز لها أن تحاد فوق 3 أيام على ميت من غير الزوج. وفي الحديث وجوب إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها لمدة 4 أشهر و10 أيام. فقد قال تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فأوجب الله على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص هذه المدة. ومن الفوائد أن الإحداد يتضمن 3 أمور: أولها ترك الطيب كما دل عليه هذا الحديث، فإنهن تطيبن في اليوم 3، والثاني ترك الزينة سواء كان على البدن أو على الثياب، والثالث أن تجلس في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وفي الحديث أيضا تتابع أمهات المؤمنين على السنة والسير على طريقتها. وفي الحديث أيضا رواية أمهات المؤمنين للأحاديث النبوية لتسمع منهن وتنقل عنهن. وفي الحديث مشروعية التداوي، فإن هذه المرأة التي اشتكت عينيها خشوا على عينها، وبالتالي كانوا يتداوون لها بالكحل، فدل هذا على جواز التداوي واستحبابه. وفي الحديث جواز استعمال النساء للكحل وأنه لا حرج فيه. وفي الحديث التداوي من أمراض العين بواسطة استعمال الكحل. وفي الحديث سؤال المرأة لأهل العلم من الرجال لمعرفة حكم الشرع في ذلك الباب. وفي الحديث أن المرأة المحادة لا تستعمل الكحل. وفي الحديث في قوله إنما هي 4 أشهر و10، يعني مدة الإحداد التي لا يجوز للنساء فيهن التطيب أو التزين. وفي الحديث ذكر شأن أهل الجاهلية لتقارن به طريقة أهل الإسلام لتعرف مزية طريقة أهل الإسلام. ولذا قال تمكث إحداكن في الجاهلية في شر أحلاسها، يعني أسوأ ثيابها، فإذا كان حول، أي إذا مرت سنة كاملة فمر كلب فإنها ترمي ببعرة، أي بمخلفات البعير على رأس الحول، فلا يعني
لا تكتحل حتى تنقضي 4 أشهر وعشر. وفي الحديث من الفوائد فساد طريقة أهل الجاهلية في ذلك، وقوله دخلت حفشا أي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، فرفع الله هذا الحكم. وقوله ثم تؤتى بدابة فتفتض بها أي تتمسح بها. وفي الحديث أن بعرة البعير طاهرة وليست بنجيسة. وفي الحديث أنه بمجرد انقضاء مدة الإحداد يجوز العود إلى ما يحضر منه المحاد. أحسن الله إليكم. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: نحسب أن ابنا لي قبض فأتنا. فبعث إليه يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، ومعه سعد بن عبادة وابن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فلما قعد رفع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال: كأنها شن. ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. فقال له سعد: أتبكي يا رسول الله؟ ما هذا؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. في هذا الحديث جواز الاجتماع عند الميت عند حضور أجله، يكون هذا من أسباب تذكيره. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا دعي إلى موطن خشي أن يقع فيه شيء فلا بأس أن يرسل بالسلام إلى أصحاب هذه الدعوة. وفي الحديث عود الأمور إلى الله جل وعلا، فهو المعطي والمانع، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. وفي الحديث أن كل ما في الكون من الوقائع فإن الله قد جعل له وقتا محددا وآجالا مضروبة. وفي الحديث التوصية بالصبر واحتساب الأجر، الصبر بعدم الجزع أو التسخط من أقدار الله، والاحتساب أي انتظار الأجر والثواب عند الله جل وعلا. في الحديث جواز أن يقسم الرجل على من له مول عليه. وفي الحديث زيارة الصبيان وزيارة المرضى. وفي الحديث من الفوائد اصطحاب الإنسان لأهل الفضل والخير معه فيما يؤديه من الأعمال الصالحة. وفي الحديث زيارة الصغير وحضور أجل الميت وأنه لا شيء في ذلك. وفي الحديث مشروعية القراءة على المرضى. وفي الحديث تأثر الإنسان بما يعرض إليه من أحوال لا يرتضيها لنفسه. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن العبد ينبغي به أن يكون من الرحماء، والرحمة يترتب عليها الإحسان إلى الخلق. ومن الرحمة أن يرحم الإنسان الصغير والصبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان،
قال فقال: هل منكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها فقبرها. قوله هنا: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز تشيع الرجال الأجانب للمرأة غير القريبة منهم. وفي الحديث من الفوائد جواز الجلوس قرب القبر قبل أن تدفن الجنازة، وفي الحديث جواز البكاء عند موت الميت، وفي الحديث في قوله لم يقارف يعني لم يلم بأهله ولم يجامعهم، وفي الحديث أن من كان على الطهارة التامة يقدم على من ليس كذلك فيما يتعلق بالطاعات والعبادات. وفي الحديث من الفوائد أيضا مبادرة الصحابة الخروج معه بقتال عدوه، وفي الحديث جواز أن ينزل في قبر الصغيرة، ولا يلزم أن يكون من نزل في قبرها من محارمها. فهذا شيء من الفوائد والحكم المستقاة من هذه الأحاديث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح قلوبنا، وارزقنا الاستعداد لما أمامنا، واغفر لنا ذنوبنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.